صباح الخير ومرحبا بكم في حلقة نهار جمعة 29 ديسمبر 2017 من صباحك يا تونس. هذه الحلقة الأخرانية في عام 2017، وما الحقيقة الكل في الكل مازالوا نهارين بنهار اليوم، ثلاثة أيام في العام هذا 2017. نهار الاثنين إن شاء الله نستقبلوا عام جديد، إن شاء الله يكون عام الكل خير وتفاؤل، أما زادة على أرض الواقع يكون الكل إجراءات عملية لصالح المواطنين والمواطنات التوانسة. نتمنى أنكم تقضيوا معنا وقت طيب ومفيد في حلقتنا متاع اليوم، الحلقة الأخيرة في سنة 2017 من صباح كي تونس. تجمعنا بكم من هوني العشرة حتى نصف النهار، باش تكون الحقيقة حلقة خفيفة إن شاء الله تعجبكم على كل حال، مع مختلف الفقرات ومختلف الضيوف اللي باش يكونوا موجودين معنا في حلقتنا. والحاجة بطبيعة الحال نبداو بها في صباحك يا تونس هي الإفيميريد أو حدث في مثل هذا اليوم، ونكتشفوا مع بعضنا في نهار كيما نهار اليوم نهار 29 ديسمبر شنو صار في العالم من أحداث ومن أخبار. اليوم 29 ديسمبر وكيما اليوم عام 1944 صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية. عام 1947 منظمة الإيرغون اليهودية تنفذ مذبحة في باب العمود في القدس وتقتل 41 فلسطيني. عام 1957 تولد بروس بولتر عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011. عام 1972 تولد جود لاو الممثل الإنجليزي. عام 1975 صدور قانون بريطاني يضع حدا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساوي لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقا متساوية في العمل والمجتمع. كما اليوم 29 ديسمبر عام 1989 تم انتخاب فاتسلاف هافل كأول رئيس غير شيوعي لتشيكوسلوفاكيا. عام 1993 اختتام محادثات فلسطينية إسرائيلية في القاهرة بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وممثل السلطة الفلسطينية محمود عباس دون تسوية العقبات المتعلقة بالأمن. عام 1998 قادة الخمير الحمر في كمبوديا يقدمون اعتذاراتهم عن المجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين بين فترة السبعينات، والتي نتج عنها حوالي 1.5 مليون قتيل. كما اليوم 29 ديسمبر عام 2016 الإعلان عن اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في سوريا تمهيدا لحل سياسي ينهي الأزمة السورية. نجمة معكم البلاتو، صباحك يا تونس وصباحكم خير سعيد مبروك، مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم نتحدث زادة في أحوال الطقس والنشرة الجوية، يظل شميسة باهية مزيانة برشا يحزن عليها برشا بلدان. تعرفوا أنه في الكيباك اليوم توصل أقل من 25 درجة، وبحذايا محرز الغنوشي باش يأكدنا الأخبار هذا صحيح ولا غلط. صباح خير محرز. صباح الأنوار، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي تفرجينا. مرحبا بكم. وصباح خير نجم الدين ايضا. اليوم عملنا حاجه اكسبسيونيل، تلمينا الكل مع بعضنا في نفس البلاتو بما انه اخر حلقه في العام هذا. قلنا خلي الاستوديو ده في حتى الطقس البارح خير، اليوم خير من البارح. انا قلت له المحرز البارح قلت له كان الطقس كيما هكا ادخل بحذنا، في الاخر قررنا انه تكون بحذنا كمان مشاش نودعوا العام النهار الاخراني في العام ولا الحلقه الاخرانيه في العام نودعوها مع بعضنا ان شاء الله. اما ما يمنعش لي طقس باهي برا يظهر لي اليوم مش كيما البارح. اليوم ان شاء الله ادفى من البارح، ان شاء الله باش تقلص حده وفعاليه التقلبات الجويه. ممكن مؤشرات باهيه هي الامطار الطيبه اللي سجلناها خلال 24 ساعه الفارطه، الامطار اللي وصلت 56 ملم في تبرقه في عين دراهم عفوا كاعلى كميه تم تسجيلها، كميه طيبه حتى في باجه 32 ملم، 23 بالنسبه لولايه سليانه، 9 ملم بالكاف، امطار نسبيا هامه حتى بجيت الوطن القبلي 26 ملم، 15 في تونس، اقل في زغوان تقريبا في حدود ال 5 ملم، الامطار كانت متفرقه في مناطق الوسط تقريبا مليمتر ل 4 مليمترات بالقاسرين سوسه المستير والمهديه. وان شاء الله اليوم باش تدفى شويه الدنيا مقارنه بالبارح. قداش درجه الحراره معناتها القصوى باش توصل؟
ان شاء الله اليوم نتوقعوا باش توصل درجات الحراره القصوى لل 15 درجه في تونس العاصمه، 15 صاله في نابل. نتوقعوا اليوم ل 14 في بنزرت، 14 في زغوان، 14 في زندوبه، 13 في بيجا في سليانه، نتوقعوا ل 12 في الكاف، ادفى شويه في مناطق الوسط، ممكن توصل ل 19 في القيروان، نتوقعوا 17 سوسه، المستير، المهديه، وحتى في سيدي بوزيد، تقريبا في حدود ال 14 بالنسبه للقاصرين. في مناطق الجنوب توصل الجنوب يظهر لي اكثر، ادفى ان شاء الله توصل ل 20 درجه في النهار. هذا في النهار كحراره قصوى، في الليل بالعكس سورتو في الصحراء تولي بارده في الليل، اما في النهار باش تبرد. طبيعي جدا، طبيعي جدا، نحن تو في الليالي البيض درجه الحراره معروفه اللي هي نسبيا منخفضه مساء. نكملوا ممكن بالحراره القصوى اللي حكينا عليها، نتوقع اليوم 18 في قفصه، 19 في توزر، نتوقع 19 بالنسبه لقابس مدنين، و 18 في صفاقس وتطاوين. ان شاء الله باش تتقلص حده وتفعالية التقلبات الجويه، ممكن نزول بعض الامطار اليوم في الشمال في الوسط، باش تتقلص ممكن حده وتفعالية الرياح. نعرفوا الرياح كانت قويه خلال الايامات الفارته، اقصى سرعتها في حدود ال 50 كم في الساعه، وخينا البحر يردوا بالهم، البحر مازال شديد الاضطراب الى مضطرب ان شاء الله في خليج قابس، وان شاء الله الاجواء ماشيه وتتحسن خلال الايامات الجايه. نعرفوا برشا ناس مش حاجه طومبيل البحر، الكروفيت خرجوها هكا ب 110000 هذاك اش حبيت نقول، هكا ب 110000 مازال يحبوا من البحر، خلي وراي على روحه البحر طيبه. 110000 معناها تقريبا 8 ايام سميق معناها. سماح حتى كعبه ما تنجمش تشريها اللي تونس، حتى كعبه ما تنجمش تشريها، خاطر ما عادش كيلو قداش فيها، ما كي تقسم على قداش من كعبه باش تطلع 50000 الكعبه ولا حسيلو. ما عنديناش مو قاعدين مع الموضوع هذا، اما حبيت جوست نقول لك حاجه، ما عرفت البارح في الليل الدنيا دافيه، كي خرجنا البارح في الليل مش دافيه، دافيه في الليل بالمناسبه، دافيه في الليل كي خرجنا. نتوجه لصديقتنا منى الويب اللي احتفلت البارح بعقد قرانها وايضا بالفيونساي نتاعها، ان شاء الله تناولها ان شاء الله. هذيك علاش هي غايبه معنا، غايبه علينا الجمعه هذه، ان شاء الله ترجع لنا في العام الجديد، ان شاء الله كل شيء بالبركه والناس اللي عندهم فرحه يا منى، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وان شاء الله ربي يتمم بالهنا. ربي يهنيك. علاش انا نعرف اللي البارح في الليل، خاطر نورمالمون انا راني من 9:30 تلقاني سيي معناتها، قال المصري باكل رز مع الملائكه. ما البارح سهر، البارح سهر، دونك 11:30 ولا نص الليل غير بوكي خرجنا، الدنيا ظهرت لي بالحق مش ياسر بارده. هو البارح ثم مشهد مزيان برشا، قوس قزح في تونس ما نعرفش هل انه معناتها في كل المناطق موجود والا لا، ما البارح معناتها تشوف الضباب وتشوف الشمس وتشوف ايضا المطر، معناتها حاجه روعه برشا، تقريبا مع الاربع نتاع العشيه قوس قزح، حاجه حلوه برشا في تونس. وذاك علاش قلت حاجه يحسدون عليها في بلادنا، انه تقريبا عندنا 365 قوس قزح. لا مش عندنا قوس قزح، عندنا الشمس تقريبا 360 يوم معناتها. الحمد لله. محرز توي كان اللي به الفائده، احنا عطينا فكره على الطقس نتاع نهار الجمعه اليوم، اما نصور اللي عموم التوانسه يستناو في السبت والاحد والاثنين، هذاك اللي يهمهم اكثر، خاطر عطله نهايه العام وانطلاق العام الجديد، ثلاثة ايام نتصور راحه، الناس تحب يكون تتنقل وتخرج وتحوس ويخرجوا صغارهم يمشيوا يزوروا بعضهم يسهروا مع بعضهم، دونك كيفاش باش يكون الطقس بالنسبه للثلاث ايام هذوما ان شاء الله؟ اذا كان ان شاء الله ان شاء الله الاجواء دافيه، الطقس نسبيا مستقر، ممكن الجانب الحركي يطلب لنا نصيب اليقظه، سرعه الرياح اللي توصل 40 كم في الساعه قرب السواحل، البحر يكون تقريبا مضطرب بكافه المجالات البحريه، ما نتوقعوا ظهور الشمس لفترات اطول. على كل حال ما نصورش مشكون مهبول معناتها يخمم شو يعوم، دونك احنا نعطيه المعلومه واللي حاجته بالمعلومه. ثم جمعيه كل واحد جام في يمشيوا للبحر ويعوموا في شيء الحمامات، ماذا بهم ليه معناها محرزه؟ ماذا بهم؟ لا ديما كانت عندهم عاده لدقائق، لا يعوم في القريب ماهوش باش هو يقول لك يعوم دخله وخرجه في جنبي ما يمرضش وهكا صحيح ويمرض وقتك يخرج. هكا فما كان فيديو مش صينيه يا روسيه الدور يمشيوا يغطسوا في الماء البارد في وسط الثلج في عز البرد، يمكن يظن لي عندها مفعول صحي اكثر. محرز هبلناك اليوم، ما خليناكش كامل معلوماتك ان شاء الله. العباد تحتفل في اجواء طيبه وفما حد شيء يخوف، ما فماش المطر بالعكس باش تدفى، نتوقعوا تقريبا درجات حراره باش تطلع المستويات 17 21 درجه بالعديد من الجهات، اقل شويه ممكن في تالا في القاصرين الكاف تكون اقل شويه في المرتفعات تقريبا بين 13 ل 17 درجه. والليالي السود وقتاش يدخلوا محرز؟ 13 جانفي 13 جانفي 14 جانفي يوفوا الليالي البيض 13 يدخلوا الليالي السود في 14 14 جانفي الليالي السود 14 جانفي
هي مش حاجه خايبه معناتها في الرزنامه الفلاحيه الفلاحيه وفي الرزنامه نتاع الطقس ماهيش حاجه خايبه معناتها الاسم بركة يظهر لك شمعتها ليلي سودا ما هي مش حاجه ليلي سودا خاطر جينيرالمون الدنيا مسحبه هذيك علاش اما هي معروفه لكونها بارده شويه في النهار دافيه في الليل وفما تقلبات جويه كبيره ذات فعاليه فيها نسجلوا تقريبا الامطار الهامه والهامه جدا باهيه للفلاحه بطبيعه مادام احنا في اخر حلقه طبيعي جدا في العام في 2017 حبيت نعطي فكره على ابرز ما سجلناه في 2017 بدنا نعملوا حوصله مثال الشاي حوصله من حيث الامطار كنا نتفقوا اللي كان فما نقص كبير من حيث التساقطات تقريبا في اغلب فترات السنه نقص كبير من حيث الامطار في فصل الشتاء في فصل الربيع في الصيف الطبيعي وحتى في الخريف ممكن عشنا وضعيات جويه تبقى في اذهاننا خاصة ممكن اخر تقلبات الجوية اللي عشناها في مناطق الجنوب الشرقي. باش معناتها محرز معناتها المطر في 2017 ما صبتش في الاوقات اللي المفروض تصب فيهم هكا؟ هي صبت اما ديما تبقى اقل من المعادلات العادية. اقل من المعادلات اللي لازمة. بالضبط هو المعادلات كيفاش نحسبوهم احنا ناخذوا على 50 سنة في كل شهر وفي كل فصل. نحسب المعدل هذاك ونقارنوا كل فصل مع كل شهر بالمعدل هذا في العوام اللي فاتت وتشوفوا السنه كانت ناقصه الامطار خاصه في المناطق المعروفه بالزراعات الكبرى في اقصى الشمال الغربي نعم. بالحق معناتها وكنا واعيين بالنقص هذا حتى الشيء اللي اثر على منسوب المياه في السدود نتاعنا تصديقا لكلامك اما عشنا ممكن تدارك نسبي في فصل الخريف اخر الاشهر اللي فاتت سجلنا ارقام قياسيه في مناطق الجنوب الشرقي وضعيه جويه اللي تبقى في اذهان تنسى الكل احنا مره اخرى نتقدموا بالتعازي للعائلات اللي فقدت ناس الاقرب لها الكميات القياسيه بالضبط الله يرحمهم كميات قياسيه اعلى تقريبا وصلت 161 ملم في جربه واللي هو تقريبا تجاوز الرقم السابق اللي تم تزيله سنه 1962 اللي كان 138 ملم نذكروا اللي الارقام هذه اللي الهطولات الكبيره وصلت ل 230 ملم في ميدون تقرماس بالنسبه حتى الجابس الرقم القياسي القديم كان 124 ملم تقريبا الامطار وصلت ل 176 في مارث و 191 في الزرات هذه ممكن الوضعيات الجويه اللي تبقى يوصل هذا معدل سنوي ساعات يوصل معدل سنوي بالضبط هي كميات كانت كبيره في حي الزمني وجيس في وقت صغير هذاك علاش اللي ساهم في تشكل السيول في الاوديه ان شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف ان شاء الله ربي قادر الخير ان شاء الله عام الجاي خير ان شاء الله ان شاء الله وتبقى في اذهاننا هي موجات الحراره الكبيره اللي عشناها خلال فصل الصيف بالنسبه لشهر جوان تقريبا العنصر البارز هو ارتفاع درجات الحراره الدنيا هو العديد من الخبراء يقولوا درجات الحراره الدنيا تولي عندها تاثيرات سلبيه اذا كانت تجاوزت ال 20 درجه واذا كانت تجاوزت الحراره القصوى 33 درجه حتى لو كانت فما عناصر جويه اخرى كما الرطوبه ولا الرياح راهو المعدل اذا كان فات 33 درجه يكون عنده تاثيرات سلبيه 33 درجه هو تقريبا درجه حراره جلد الانسان نعرفوا الارتفاع هذا ممكن تسبب في مشاكل للمسنين للناس اللي عندهم مشاكل في التنفس عشنا وضعيات جويه صعيبه برشا في الصيف الفارط وسجلنا ارقام قياسيه بالنسبه لشهر جوان تقريبا صعود الحراره الصغرى الى مستوى 27.9 في تونس 28.8 في القاسرين 25.6 في قليبيا بالنسبه لشهر جويليا الحراره القصوى وصلت 42.9 في نابل رقم قياسي جديد سجلناها نهار 12 جويليا تالا 41 46.5 بالنسبه لسيدي بوزيد نهار 12 ونهار 23 جويليا بالنسبه لقليبيا 40.2 نهار 12 جويليا 46.1 الجربه ايضا درجات الحراره الدنيا واللي تقريبا صعدت ل 28.6 في صفاقه سيدي بوزيد 28.4 نهار 23 جويليا جندوبه 30.6 نحكيو على حراره الدنيا معناتها لازمنا نتوقعوا الحراره الصغرى كيفاش كانت وايضا عدد الايامات التسلسل معناتها في موجة الحراره هذه وبالنسبه للشهر اوت كيف كيف سجلنا ارقام قياسيه تقريبا الحراره الصغرى كانت 41.9 في تطاوين بالنسبه لشهر اوت هذه ارقام تبقى في الاذهان تقعد في الاذهان هذه بيلون ميتيو نتاع 2017 نتاع 2017 ان شاء الله 2018 فيه برشا امطار ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله تتملى السدود نتاعنا انا بحسب عاد فيضانين الحمد لله ان شاء الله امطار خير على تونس كله ان شاء الله كل عام وانت
صحة بخير، يعطيك الصحة، شكرا ليك، عام مبروك ليك ولعائلتك الكل وللأسرة الموسعة نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا، نتقابلوا معك إن شاء الله العام الجديد نهار ثلاثة بإذن الله. شكرا ليك وبقية يوم طيب. شكرا ليك محرز. نمشي ونواصلوا معاكم، نمشي لمعرض الصحافة، نواصلوا في معرض الصحافة جولة على أهم الأخبار وأيضا الصحافة المكتوبة، شنو كتبت الجرائد بعدك بعد هذا الفصل القصير في صباحك يا تونس. معاكم نواصلوا في صباحك يا تونس أهم العناوين. يمكن ما نجموش نعملوا حاوس للعام كامل، اما نحاولوا نعملوا وقفه ممكن مع اهم المحطات في عام كامل نجم الدين. نبداو قبل هذايا بالراوند اب انفو بالنسبه لنهار اليوم. تحسن معدل النمو خلال الثلاثي الثالث من 2017 ليصل الى 1.9 هذا خلال الثلاثي الثالث، ولكن باش تحسب على عام كامل يمكن نوصلوا ل 2.2. مازلنا نستناو في الارقام الرسميه يقولوا لنا عليهم ان شاء الله. اكثر من 50,000 متفرج يواكبوا فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة 50 للمهرجان الدولي للصحراء بيدوز. حاجز 4 أطنان من المرتبات غير الصالحة للاستهلاك، هذا المسلسل اللي باش يهزنا حتى لآخر العام. تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 6 عناصر بمدنين وأخرى تتكون من 10 أنفار في بنجردان. ارتفاع ضحايا فيروس انفلونزا الخنازير الى 15 ضحية، والرقم هذا كنا اعلنا عليه البارح في صباحك يا تونس في حوار اليوم مع سيد وزير الصحة اللي كان ضيفنا. زعيم الحبيب بورقيبة يفوز بجائزة مانديلا. وزارة الصحة تقدم مشروع قانون يمنع بيع السجائر لمن سنهم دون 18 عام، ويظهر لي ايضا وزير الصحة كان اعلن بشكل رسمي البارح عن منع التدخين في الأماكن العمومية المشتركة، وهذه حاجة موجودة في القانون من قبل ذولي ما يمكن إن شاء الله تولي تطبق بحزم المرة هذه. الإفراج عن السحب العمري مساء الأمس بعد إيقافه يوم 22 ديسمبر إثر شكوى تقدم بها ضد شوقي طبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد. نقابة التعليم العالي سجل خروقات في مناقشة رسالة ماجستير وزير الصحة. 200,000 جزائري زاروا تونس في 10 أيام الأخيرة. وأخيرا نجم كرة القدم جورج ويا رئيسا رسميا لليبيريا. احنا نبدأ بالنمو 1.9 كما قلنا، منتظرة 2 في أعقاب السنة ممتازة على السنوات السابقة، لكن هي أقل برشة من الانتظارات. نعرفوا 2% من نمو يجيب لنا 35,000 إلى 36,000 ولا حاجة كيما هكا موتن شغل، هذا ضعيف برشا. نشوفوا احنا قداش حجم البطالة تو 15 فاصل، معناها ما تنجم نجيب لنا حتى شيء. حتى خريجي التعليم العالي أعلى برشا، خريجي التكوين المهني زادة أعلى برشا، ومن نجموا ناخذوا منهم حتى شيء، معناها ما نجموش نمتصوا جزء من البطالة، بالعكس هذا باش يزيد في التراكمات نتاع البطالة. والمسؤولية النمو مسؤولية الأطراف الكل، مش مسؤولية الأطراف الخارجية ولا الظروف الخارجية، هي العمل والإنتاج وفي التحسين المؤشرات الكل. نشوفوا احنا الاضرابات رغم هي تبقى مشروعه كما قلنا، لكن ان نحاولوا نقصوا منها خاصه في القطاعات الحساسه كبيره كما المناجم كما النسيج كما غيرها، باش على الاقل وتطلع الصادرات شويه ويتحسن نسب النمو. هل هي نسبه النمو اللي حطتها الحكومه معناتها باش تحققها على مدى معناتها السنه هذه معناتها هي هذه تقريبا معناها نفس الواحد اللي جاب بها 3% معناتها لا. لا يعني سمعنا الحكومة من بين أهدافها أنه تحقق نسبة نمو 2.5-3%. صعيبة شوية هي باش يوصلوا للثلاثة، هي تو 2 صغير معناها أقل حتى ونص ما يوصلش. 2 فاصل كي تسكر 2 هي باهية بالنسبة للواحد، هي نفس البرمجة اللي برمجتها الحكومة. يظهر لي في كل سنة تزيد نقطة في النمو. الخطاب اللي عمله يوسف الشاهد رئيس الحكومة لما قدم حكومته الثانية في سبتمبر الماضي فاتوا، ما نعرفش احنا بدينا 11 ولا 12 سبتمبر في اول حلقه ولا ثاني حلقه من صباح كيتوس وعدينا الخطاب، يذكر نسبه نمو 2 فاصل على ما نذكر 2.5%.
حتى المؤسسات الدولية قالت تقريبا 2 إلى 2.5 معناها الانتظارات نتاع النمو نتاع تونس هي تبقى نسبة معناها معقولة لكن أقل من الطموحات وأقل من تحقيق أهداف للبلاد في السنوات القادمة. ما تبدأ تتحل إلا كي نوصلوا 5 هذا اللي كنا نسجلوا فيه معناها قبل، لكن صعب الآن. ثم نية في كل سنة باش نزيدوا نقطة باش السنة كملنا ب2، العام الجاي ب3 أو 4، كانت تحسنت المؤشرات الداخلية الكل. الموضوع الثاني اللي حبينا نتحدث عليه هو كما قلت انت معناها عمليه الحجوزات نتاع او الحجز نتاع الكميات الفاسده من المرطبات من الحلويات راس العام. الناس قاعده تغش برشا ومن حاجات اخرين زاده، مش حتى المكونات. في كل مره نشوفوا معناها التجار هذوما يميلوا برشا للغش والاضرار بجيب المواطن، الاضرار زاده بصحته وصحه الاطفال الصغار. الموضوع الثاني مادام نحكيه عليه هو ما حكينا عليه البارح شويه، هو الاستباق اللي تقوم به القوات الأمنية والقوات العسكرية في مكافحة الإرهاب وفي القضاء على الإرهابيين والإلقاء القبض عليهم قبل ما تنفيذ جرائمهم الغادرة ضد البلاد التونسية. اليوم في الجنوب التونسي البارح 6 أو 10 معناها 16 فرد تم إيقافهم من الإرهابيين، ومنع تونس من مخطط إرهابي هذا مزوز في ولاية مدنين ولاية في بنقردان، معناها في مدنين وفي بنقردان ولاية مدنين قريب الحدود التونسية مع ليبيا. نعرفوا عديد الدواعش بالمئات غادروا تركيا وجاوا لليبيا، ثمانية للدخول تونس. الجيش التونسي قاعد يحمي مليح الحدود مع بقية التشكيلات الأمنية الأخرى. يقظة كبيرة، تهديدات ما زالت كبيرة، زاد اليقظة. اليوم الأمن قاعد يستبق، ما كانش يستنى ولا يستبق ويمشي يلقي القبض، قاعد يحقق في عديد الانتصارات لكن اليقظة ديما تبقى واجبة. فما زوز أخبار يمكن يهموا شوية السياحة، كان نجموش بعض المؤشرات الطيبة هو 200,000 جزائر صغيرة للموسم عام كامل على الخدمات السياحية وموسم السياحي، أكثر من 50,000 متفرج يواكبوا ساعة فعاليات اليوم الافتتاحي مهرجان دوز الدولي، و 200,000 جزائري زاروا تونس في 10 أيام الأخرانية. أي معناها هذا بالنسبة للمهرجان دوز هو مهرجان دولي لكن أغلب الحضور متاعه من التونسيين من كافة جهات البلاد يمشيوا لدوز. 50,000 رقم مهم، يجيوا برشا من الجزائر الشقيقة زادا يحضروا دوز وبعدها توزر في الوقت هذايا. مهرجانات زوز كبار يحقوا في ديما في الشتاء وفي آخر العام يعطيوا دفعة للسياحة الصحراوية، ثقافية وسياحية غاديكا باش ما تبقاش السياحة الصحراوية هي سياحة عبور، تولي سياحة إقامة ويجيوا الناس يبقوا فيها لمدة. نعرفوا في كامل العام يتعداوا في دوز وفي توزر وفي غيره يتعداوا القوافل نتاع السياح تجي من المدن الساحليه يمشيوا في زيارات قصيره، لكن نتمناو تولي السياحه الصحراويه تولي اقوى. كانت قبل ثم خطوط تجي من اوروبا من اسبانيا من مدريد من فرنسا، الكل يهبطوا في مطار توزر ومنه تو قاعد في الفتره الاخرانيه نقصد التدفق السياحي الاوروبي والاجنبي على المناطق هذوما. كانت قبل زاد روسيا وما نعرفش الى الان ما زالت ولا ما عادش. الدخول نتاع الجزائريين الحقيقه الجزائريين اللي هم اول جنسيه معناها غير التوانسه اللي قاعدين يجيو لتونس يفوتوا 1.5 مليون في العام، معناها الجانب هذايا معناها سياحه الجزائريين والليبيين قاعده هي اللي تهز تخلق في الحركيه الحقيقه. معناها كي نشوفوا مع بعضهم 3 مليون سائح تقريبا او اكثر شويه من 5.5 ولا 6 مليون سائح في العام. هذه سياحه القرب اللي قاعده تنقذ في السياحه الوطنيه بعد ما نقص شويه في السياحه الاوروبيه والسياحه البعيده عنا. حتى في السياحه الاوروبيه عوده للسياحه الفرنسيه واقلها البريطانيه خاصه بعد رفع التحجير. ثم بلدان اخرى قاعده تزيد هي السياحه الروسيه. السياحه الروسيه نخافوا سنه ما تنجحش برشا كالعاده باعتبار سنه روسيا فيها كاس العالم، وثانيا روسيا اعادت خاطر احنا السياحه الروسيه جات بعد ما وقفت التدفق السياحي الروسي على مصر بين سقوط الطائره الروسيه في سيناء. توا رجعوا عملوا اتفاقيه جديده مع مصر، نخافوا ان شاء الله ما ياخذوش منا برشا، ان شاء الله ترجع لنا. احنا نخدموا على رواحنا باش نغريهم يجيونا، خاصه المقاصد البعيده كيما الصين واليابان وغيرها اللي يجيو لفرنسا. ثم نيه معناها للدخول لهذوما، وشويه كندا عندنا رحله غادي، وشويه حتى افريقيا خاصه السياحه الطبيه وعلاجيه. حبيت نحكي زاده مادام نحكيو على افريقيا نحكيو على نجم افريقيا جورج ويا صباح نحكيو انا وياك قبل ما نبداو ديريكت عليه. اللاعب الكبير هذايا اللي خذا الكره الذهبيه العالميه ولعب في اكبر الانديه باريس سان جيرمان وميلان. السيد هذايا ملي كان مع المنتخب الليبيري وخرج في وقتها خارج ليبيريا من الحرب،
خارجة من أمراض كبيرة. جورج ويا كان يدفع ينفق على الفريق الوطني نتاعو، كان ينفق من جزء كبير من أموال نتاعو للقاح للناس المرضى بالملاريا والشباب والأطفال. كون أكاديمية رياضية للأطفال وقال لهم مش شرط البقاء فيها، ما تخرجوش تخدموا في سن صغيرة، تقعدوا لهنا حتى لين تكبروا، نشوفوا ليبيريا كيفاش تتقدم. البارح انفجار نتاع فرح في ليبيريا، خاطر يعرفوه ماهوش كوارجي برك جورجويا. جورجويا هو قائد، هو يمثل المجتمع الليبيري ونهضة المجتمع الليبيري والتقدم نتاعو، خاطر من أوائله، حتى فلوسه الكل شغل الليبيريين في بلاده، حط خطة كبيرة، جاب أكبر الفنانين، جاب أكبر الكوارجية وشافوا ليبيريا وقدموا وحطوا فلوس وحطوا غيرهم. وإن شاء الله أحنا من اللاعبية نتاعنا اللي يمشيوا لأوروبا واللي أغلبهم ما ينجحوش، يقعدوا فترة صغيرة في أوروبا يعاودوا يرجعوا يحنوا لتونس ولشيشة تونس وجو تونس، إن شاء الله هما بيدهم يجيبوا فلوسهم. فما برشا منهم شيشة قلت للشيشة، يقول شيشة سمعت شيشة تونس شيشة. يجيبوا يعملوا مشاريع، يعملوا أكاديميات، خاطر المواهب التونسية في كرة القدم موجودة، ويلزم شكون يكون لهم أكاديميات ويجيبوا ممرنين كبار ويحطوا فلوسهم في الجانب الاجتماعي وفي الجانب التبرعات. مش كل يوم العالم باش يولد لك أن جورج ويا، صعيب صعيب شوية. صحيح الفايدة فكر أكثر منه الرجلين اللي كرة القدم، لازمها فكر ويلزم واحد يكون صاحب قرار وصانع. وعلى كل حال بالمسيرة متاعه وبالحاجات اللي كان يعمل فيهم البلاد، هو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، هو أكثر من مجرد لاعب شخصية وطنية وإنسان وطني وناضل لبلاده وفي نهاية الأمر هو التوج سناب بأنه الشعب رجع له الاعتراف بالجميل إذا كان يحب. من وليد اكتوبر 66 عمره 51 سنه تقريبا، لكن خدم بلاده من اوائل العشرينات من عمره، من اللي كان لاعب بدا ينحت في مسيره وبدا يعمل في فلوس في جمعيات كبيره كما قلت كما باريس سان جيرمان كما ميلون، فلوس الكل حطهم في ليبيريا وللمشاريع الخيريه والاجتماعيه وايضا المشاريع الاقتصاديه استثمر اللي شغل بهم شعبه. نعم نمشيو معرض الصحافه، معناش ويبرده، معناش ويبرده، نمشيو لمعرض الصحافه لليوم نشوفوا اهم عناوين الصحافه المكتوبه شنو عنونته كتبت. نبداو بالصباح اللي كتبت اثر اعلان ائتلاف الاحزاب العشره نداء تونس يدعو الى تحوير وزاري والى وثيقه قرطاج ثانيه. نمشيو لجريده الصحافه ونقرا الاحزاب السياسيه امام امتحان حاسم، عزوف مرتقب في الانتخابات البلدية المقبلة فمن يتحمل المسؤولية. نكملوا مع جريدة الصباح اللي كتبت بعد تكليفها برئاسة الحزب هل تنجح الشواشي في ضمان التزامات الوطني الحر. نواصلوا مع جريدة المغرب اللي عنونته كتبت في عنوانها اليوم مع بداية السنة الإدارية الجديدة 2018 تركيز الهيئات الدستورية وجملة من مشاريع القوانين الهامة في انتظار مجلس نواب الشعب. ونختموا مع جريدة الشروق اللي عنونته كتبت أيضا في عددها اليوم وسط مؤشرات اقتصادية صعبة أي أفاق للتشغيل في سنة 2018. ويظهر لي برشة تعليقات معناتها نجم نرجع عليها، البداية مع نداء تونس ووثيقة قرطاج الثانية وائتلاف الأحزاب العشرة، شنو نقدك وتعليقك على الموضوع؟ هو الائتلاف نتاع الاحزاب العشره هذا جاء ائتلاف نجم نكونوا مؤقت باش يهم خاصه الانتخابات البلديه اللي باش تجرى في شهر ماي المقبل. الائتلاف هذا ما نعرفش الدعوه نتاع نداء تونس هل هي رده فعل طبيعيه للائتلاف هذا والاحساس بالضعف نتاعها خاصه بعد هزيمتها القويه في انتخابات التشريعيه الجزئيه اللي دارت في المانيا الاسبوع الماضي، وزيد ثم دعوه الى تحوير وزاري الى وثيقه قرطاج اثنين، هذا يطرح برشا تساؤلات. هل ياتي معناتها بعد رفض يوسف الشاهد استقاله نواب وزراء افاق تحديدا بما انهم خرجوا معناتها تحوير الوزاري كان افاق؟ التحوير الوزاري كان يتحكي عليه من قبل حتى قانون الماليه والتحالف الثلاثي اللي دخل فيه حزب الاتحاد الوطني الحر وقتها باش يتعدى، لكن اليوم بدا يتاكد برشا ناس تخاف تقول نحن نسيروا على سيناريو جديد كما صار حكومه الحبيب الصيد باش تصير حكومه يوسف الشاهد، ثم ناس يقول لك لا هو مجرد تحوير وزاري جزئي باش يتاخذ فيه بعض تقييم وبعض الوزراء اللي ما نجحوش ولا كان ادائهم اقل من المنتظر باش يخرجوا منه. لكن برشا قراءات تقول لك انه بما انه الاتحاد الوطني الحر دخل مره اخرى في وثيقه قرطاج وفي التركيبه نتاع الائتلاف الحاكم
يلزم معناتها الوزراء يكونوا معينين من قبل الوطني الحر تابعين الوطني الحر. ولا بحالة يلزمنا نفسروا اللي المقال نتاع الصباح مبني على تصريحات للناطق الرسمي باسم كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب منجي الحربوي، هو اللي قال الكلام هذايا الكل، هو اللي قال انه بعد خروج او يحكي على الاحزاب اللي في منزله بين المنزلتين، هرا معكم في وثيقه قرطاجه ما رانا خرجنا من الحكومه، يقول انه حسب رايه هو ربما حسب الكتله نتاع نداء تونس هذايا رايهم موقفهم انه لابد يدعي رئيس الحكومة إلى إجراء تحوير وزاري ومراجعة وثيقة قرطاج على خاطر المكونات متاعها يمكن موجودين وما عادش موجودين. هو ليس فقط مكونات، نتصور حتى الكونتوني متاعها، معناها محتويات وثيقة قرطاج وإدخال بعض العناصر شو الجديدة. شو يتبدل في المبادئ العامة اللي تحتويهم وثيقة قرطاج على أرض الواقع؟ معناتها شنو اللي في واقعنا تبدل ولات الوثيقه ما عادش مواتيه للي احنا فيه بخلاف التركيبه نتاع الاحزاب السياسيه اللي في وسطها. هو توا احنا كنا نذكروا بعد التصريحات اللي جات بعد الهزيمه ولا بالعنان نتائج الانتخابات التشريعيه الجزئيه اللي في المانيا، شفنا ثم نداء تونس كان باش يجتمعها نهايه الاسبوع الماضي واجلها الى 6/7 جانفي القادم، كان باش يفك الارتباط او ينظر في الارتباط اللي يجمعوا مع حركه النهضه، وبعد ثم ناس يقول لك لا باش يتواصل هما بيدهم في وسط نداء تونس، ثم ناس مع الارتباط مع النهضه، ثم ناس ضدها في القيادات والكل، هذا باش يصير تقييم. الاتحاد الوطني الحر اليوم رئيسه يغادر، وهل هو يواصل؟ نتذكر سميرة الشواشي نائبة الرئيس وقتها بعد الانتخابات وبعد أزمة آفاق تونس توجه رسالة، توجهت للرئيس الحكومة يوسف الشاهد تقول له حدد موقفك، حدد موقفك في الأمر. يوسف الشاهد كان منتظر من قبل، ولكن هو جاوب، هو حدد موقفه في نفس الأسبوع، حتى في الفيسبوك رفض الاستقالة نتاع الوزراء نتاع آفاق، في رسالته في وفي المقابل جزء منهم استقال من الحزب وجزء آخر جمد عضويته، معناتها في نهاية الأمر هو ما عادش وزراء آفاق. ثم حديث اليوم يقولوا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي باش يجتمع بمكونات وثيقة قرطاج من الأحزاب ومنظمات الوطنية، وممكن هذه باش يصير فيه تعديل في محتوى الوثيقة ولا في أبرز بنودها. وقتاش متوقع الاجتماع هذا؟ يظهر لي مع بداية السنة، خاطر باعتبار احنا نهاية الأسبوع والناس كلها، ممكن في بداية جانفي باش يتم الاجتماع هذا. من بداية فما استدعاء رسمي للأطراف نتاع لا ما خرجتش، ولا مجرد كلام لا يدور لا في كلام يدور، مازال ما خرجش لا الموعد ولا المحتوى نتاعو، ولكن رئيس الجمهوريه برشا ناس يقولوا لي هو باش يجتمع بمكونات، وهذا علاش ممكن يخرج منه وثيقه قرطاج اثنين خلال الفتره القادمه، نتصورش قبل النصف الاول من شهر جانفي المقبل هذا باش يصير. السؤال اللي نجم تجين العكري، لو كان حسب هالكلام اللي نسمعوا فيه اللي هو مازال مجرد اخبار واحاديث فقط، مازال ما عندناش قرارات ملموسه، لو كان فعلا يتم مراجعة وثيقة قرطاج وتتولد وثيقة قرطاج اثنين، هل هذا باش يكون عنده انعكاس مباشر على الحكومة الحالية؟ معناتها فما إمكانية أنه تتنحى الحكومة هي ويجي حكومة أخرى؟ هو منتظر، ثم برشا ناس حديث زادة في البرة ما تمش الإعلان عليه، يقولوا حتى يوسف الشاهد باش يلقى نفس مصير الحبيب الصين. وهل هذا من مصلحة الوطن؟ مصلحة هل الوطن؟ هل هذا من مصلحة الوضعية لا. اللي قادمة عليها تونس في 2018 اللي احنا مستحقين الاستمرارية والاستقرار، وباش ندخلوا في بوتقة جديدة باش نبداو نخلصوا في القروضات اللي على اكتافنا احنا المجموعة الوطنية الكل، كل مرة طيح وعاود ابني، كل مرة حكومة تقعد 8-9 أشهر وبعد نحيوها ونجيبوا حكومة أخرى، كيفاش في نجموا نبنيوها؟ الاقتصاد نتاعنا التعب، عدم الاستقرار السياسي وعدم الاستقرار الاجتماعي اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا اليوم، وكان باش تغير الحكومة وتقعد تنتظر حتى تكوين أول شيء ترشيح شخصية يقع عليها الاتفاق، ثم البحث عن تركيبة حكومة جديدة، وثم العمل هذا هو باش يضرب الاستقرار السياسي. هل هذه الحكمة السياسية المنتظرة اليوم من الناس اللي تسير في سفينة تونس؟ هو كان جينار واحد، حتى الحبيب الصيد كي تم الإطاحة به وإخراجه من رئاسة الحكومة، كان ثم نوع من الاستقرار، ثم بداية نتائج، وما كان فما حتى مبرر الإطاحة بحكومته الحقيقة. كما قال أحد النواب في الفترة الأخيرة، قال الناس اللي طيحت الحبيب الصيد هم مستعدين باش يطيحوا يوسف الشاهد خلال الفترة القريبة القادمة. أنا في الإطار هذا عندي معناتها التساؤل ديما نسأله الحقيقة، وحتى السادة المشاهدين أكيد هما يسألوه، ثم ناس كانت موجودة في حكومة حبيب الصيد وزراء تخدم، اليوم لقات روحها لبرا وما تخدمش، معناتها ماهمش وزراء. ثم برشا ناس اليوم تتعالى وتنادي بإسقاط حكومة الشاهد،
هل أنه لأغراض بحتة أنهم يكون عندهم منصب في الدولة وإلا يكون عندهم موقع خاص معناتها يخليهم إذا كان الحسابات مع يوسف الشاهب ما مشيتش تلقاهم يعيطوا ويناديوا مصالح شخصية معناها وكأنها في الآخر ديما نقولوا خبزة جاتو قاعدة تتقسم. هي موجودة الفكرة هذه وحتى نداء تونس حتى كي يمشي يدعو إلى التحوير هو ما عادش عنده برشا راهو كي تجي تشوف نصيبه هو اللي فايز بالانتخابات في 2014 في ديسمبر 2014 ما عادش عنده برشا كان تجي تحسب المنتخبين ما عادش عنده برشا معناتها عدد حقائب وزارية حقائب في التركيبة الحكومية الحالية خسر في برشا حقائب كانت ليه وخرها وزارة الصحة صحيح. وأيضا ثم ناس في من داخله يحبوا يغيروا يحبوا ثم برشا زادة من نداء تونس نيران صديقها قاعدة تضرب في يوسف الشاهد في السر في العلن ثم التزام معناتها باش الحكومة هذه تواصل حتى 2019 ثم شفنا ثم حتى بعض الناس حتى من القيادات حركة النهضة تقول احنا ما عندنا حتى مشكل باش يواصل يوسف الشاهد ل 2019 وحتى باش يترشح للانتخابات الرئاسية. هل أنه الأحزاب اليوم هي من دورها باش تقول عندنا مشكلة ولا ما عندناش مشكلة باش تواصل ولا ما تواصلش؟ يعني مش معقول معناتها كل حكومة تتعين مدة معينة بعد تلقى أصوات تعالي باش تسقطها وتلقاها فينالمون معناتها تسقط الحكومة هذه. هو اليوم ثم حتى بعض عناصر اللي أسسوا أحزاب جديدة وكانوا في منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 حركة تونس أولا مثلا نقول مثلا رضا بالحاج طالب قال الحكومة هذه فشلت الحكومة كلها فشلت حكومة يوسف الشاهد وقال يلزمنا ندعيه إلى حكومة توافقية جديدة على أي فيها مستوى يعني. هو يقول لك فشلت سياسيا واقتصاديا حسب تصريحاته وهو ما حققتش الأهداف الاقتصادية اللي جات بها لكن العقل والحكمة تقول ممكن نختم بالجملة هذه أما هي الحكومة في أي دولة في العالم اللي قادرة أنها تعطي نتائج وتثمر الاعمال نتاعها وهي ما تقعد كان 6 ولا 8 اشهر فما حتى حكومه في الدنيا تنجم وبودو 8 مواد تصلح لك المشاكل اللي في الاقتصاد والمشاكل ذكرنا اللي في الماليه والمشاكل نتاع تراكم الديون ما نجمش حتى شيء. هذه ذكرنا بالحكومات الايطاليا في السنوات السابقه كانت 6-7 اشهر كل مره ست سبع اشهر طايح وعاود تطلع وعاود حكومه. احنا زاد عندنا نظام شبه نظام لا فيه له نظام برلماني صرف وله نظام رئاسي وقاعد في زوج رؤوس تنفيذيه معناها ما نخفيوش اللي ثم إيطاليا توصل إلى أزمة حزبية وبرلمانية خانقة جدا تؤدي إلى إسقاط الحكومة. احنا مانيش قاعدين نراو في أزمات خانقة إلى هذه الدرجة اللي كل مرة نعاودوا نحيو الحكومة. بطبيعة الحال أنا قاعدة نقول في الكلام هذا وحنا نقول في الكلام هذا مش معناتها احنا مع أي حكومة ومع حتى رئيس حكومة احنا مع تونس مع الاستقرار ومع الاقتصاد نتاع تونس ومع المصلحة الوطنية فقط لا أكثر ولا أقل. أي حكومة تكون موجودة في الحكم تخدم احنا دورنا أنه ننقدوها ونقد لاذع وشديد الشدة الثنية صحيحة لكن ربما من غير الحكمة أنه كل مرة عدم الاستقرار المشهد السياسي يعاود يسقط تلقى حكومة وزير بعد بعض الأشهر وزير جاي جديد من برا معناها من خارج الحكومة مازال كيدخل ويتعرف على وزارته جديدة شهرين من زمان يقولوا بسلام بعد يغادر استقالة سليم الرياحي من الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني باش نتحدث أي بيسيش معاك نبداو بيه ما فما حتى حبيت نرجع عليه لأنه سليم الرياحي وكأنه يبحث دائما على الموقع الرئيسي السيادي شفناه في معناتها رئيس النادي الافريقي ممكن ما نجحش والا معناتها شنو اللي صار خليه يستقيل اليوم زاد في الاتحاد الوطني الحر يستقيل. هل انه الحزب هذا استقال ينجم هو استقال وخرج من الحزب وجمد جميع انشطته السياسيه وخرج اعتزل الحق على حسب ما قال اعتزل الحياه السياسيه لأسباب شخصية قاهرة تمنع من مواصلة العمل في الحق الأساسي. أنا نسأل سؤال فقط في الإطار هذا هل يمكن أن يستمر الحزب هذا الاتحاد الوطني الحر إذا كان نعرفوا أن سليم الرياحي هو المورد متاع الحزب هذا هو اللي يصرف هو اللي برشا حزب كما الاتحاد الوطني الحر تحسوا حزب الشخص الواحد صحيح فيه بعض الهياكل زاد سكرت في الجهات ما عادش عندها عديد الاستقالات وعديد السياحة الحزبية هي تمت أكثر حاجة في حزب الاتحاد الوطني الحر تحسه حزب سليم الرياحي أكثر منه حزب مؤسسات داخله حزب فيه مجلس وطني فيه مكتب سياسي وفيه غيره اليوم خروجه هو لأسباب شخصية نعرفه سليم الرياحي ما زالت عنده بعض القضايا ما زال عنده تحجير السفر
عند سليم الريح عنده شخص عنده جنسيه بريطانيه، هو مواطن تونسي ايضا ومواطن بريطاني. هل يمكن ان يكون لهذه القضايا علاقه معناتها بالاستقاله نتاعو؟ نجم تكون هو هذا العلاقه اللي خلاته، كان ذكروا التصريحات نتاع سليم الريحي في وقت من الاوقات كانت عنده برشا قضايا، واش قال على يوسف الشاهد، وقال باش نقاضيه في بريطانيا خاصه بعد ما تم تجميد الارصده الماليه نتاعو عن طريق في حرب مقاومه الفساد، وعرضوا على القطب الاقتصادي والمالي، وما زالت بعض القضايا نتاعو سايره في تبييض الاموال وغيرها. اليوم ونذكروا زاد سليم الريحي في 2016 مزق وثيقه كارتاج قدام الناس الكل، وبعد سنه عيطوا له بعد لقاء مع الباجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه، ورجع وقالوا برشا ناس قالوا عاوتوا باش لتمرير قانون الماليه وربح ال 12 صوت اللي عنده في الكتله نتاعو في البرلمان. ثم بعد فتره شفناه مع حافظ قايد السبسي، شفناه مع راشد الغنوشي في اللقاء الثلاثي، وقلنا ثم ترويكا سياسيه جديده قاعده تتشكل بعد خروج افاق تونس ودعم ليها باش تولي تحكم. اليوم يوخر تدخل السيده سميره الشواشي اللي هي النائبه حتى اللي تنفيذ مؤتمر، ما ريناش مؤتمرات احنا نتاع الاتحاد الوطني الحر قبل. السيده سميره الشواشي هي امراه معناها محترمه، لكن هي تمثل حتى هي زاد السياحة الحزبية، نعرفوا السيدة هذه كانت من حزب الوحدة الشعبية قبل الثورة، ثم مرت إلى المبادرة مع سي كمال مرجان، اليوم في الاتحاد الوطني الحر. هي تلقى روحها رئيسة لحزب رئيسه والشخص الأكبر فيه يغادروا باش تكمل من هنا المؤتمر. شفنا زاد الاتحاد الوطني الحر نوابه وعديد القيادات السياسية نتاعو غادروا، قداش من أمين عام كانوا فيه وخرجوا، منهم شكون التحق بنتاج تونس كما خالد شوكات، وثم الناس اخرين زاد شدوا الامانه العامه في الفتره الاخرانيه في 4 سنوات، ثم يجي 4 أو 5 شخصيات شدوا الامانه العامه. فما ناس مغرومين بالسياحه كما قلت انت وبالتحويس من بلاصه لبلاصه. انا نشوف لسليم الرياحي بعد مغادرته مش كما مغادرته للحزب، مش كما مغادرته للنادي الافريقي، النادي الافريقي جمعيه عريقه عندها قريب ال 100 سنه 90 سنه وفيها رجالات وفيها هياكل وفيها مؤسسات كما قبل باش تواصل النادي الافريقي، لكن الحزب نتصور نتصوره باش يندثر ولا جزء كبير منه باش يدخل لاحزاب اخرى باعتباره هو مستانس بالسياحه الحزبيه. نشوف نجم نلقاه في ميدان تونس او في غيره خلال الاشهر القريبه القادمه. نشوف. يعطيك صحه نجم الدين، شكرا لك. انا وفاطمه نشكرك ونقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، ونتقابلوا معك ان شاء الله في العام الجديد. العام الجديد ان شاء الله. الاسبوع المقبل حقوا عمل لنا بيلون 2017 على كل نعملوه في الحلقه الاولى ان شاء الله الجايه باذن الله. شكرا لك نجم الدين، يعطيك الصحه. احنا نواصلوا مع اغنيه الفيروز وبعد نمشيو للفقره المواليه اللي باش تكون مع فقره الديكور والتزويق. طريق النحل
محلاه النغم هذا اللي جينا بصوت فيروز في هذا الصباح. نواصل معاكم في صباحك يا تونس. نتحدثوا الان ديكور وتزويق، شنو هما لي توندونس خاصه اللي يهموا فصل الشتاء على مستوى الديكور اللي نحطوه في ديارنا في بيوتنا. نعرف برشا ناس مغرومين بالديكوراسيون انتيريور، خاصه شنو الحاجات اللي يحاولوا انه يزينوا بها ديارهم. بحذنا نسرين منصوري، اهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح النور. اخصائيه في الديكور والتزويق. انت اليوم باش تعطينا التوندونس ما بين 2017 و2018، شنو الخارج وكنقفلوا العام 2017 وندخلوا في عام جديد، نشوفوا شنو الحاجات اللي خارجه جديده هكا نبداو بها العام الجديد. باش نختاروا فاطمه، باش نختاروا كلكو زيدي من لي توندونس اللي مازال عندنا العام، باش نحكيو كل مره على حاجه دونك ديفيرونت. شنو خرج حتى في 2017 اكثر حاجات كانت دارجه على مستوى الديكوراسيون؟ نحكيو تحف ونحكيو زينه، يظهر لي كل ما هو باتيني ولا فما تو سكي باتيني، زيد تو سكي الفينتاج في لي تيسيو، زيد تو سكي فلور، ومازلنا حتى باش نكملوا به 2018 الفلور ياسر توندونس. فما تو سكي دوري، زيد دورور، معناها ولينا نشوفوها حتى في لي بيتمون نتاع لي تابل، في لي بيبليو، في الـ في الـ في الـ في لي كوفير، في لي كوفير نتاع تو سكي ار دو تابل في الكويزين، حتى في النقيشه نتاع لسحنا. دونك هذوما كيما نقولوا نحن كملنا بهم العام 2017، باش نبداو بهم الديبي دو لاني 2018. دونك كيما تشوف هوني فما الكولور الروج بوردو بالصالون، معناتها الكنبي الكولور اللي قلت لي ديرجين. دونك هوني حاولت لي كولور فوالا، فما غوتور كبير تو سكي فلور تيسيو، معناها الفلور والكولور الروج بوردو، معناتها كيما تشوف هوني بيك بليزيور نيونس. الروج بوردو باش يكون تري توندونس في 2018 ديجا، سورتو الشتاء، معناها الكولور هذي كان تشوف معناها حتى باغ اكزومبل ميلونجي مع الكري فوالا، تنجم تخلق بها تعمل بها امبيونس تكون شالوروز وكونفيفيال، سورتو في في لي سيجور، معناها افيك لي كوسان. كان شفت غادي المخادد معناها يبداو افيك بليزيور كولور، فما حتى لي بلي فورور. دونك فوالا، دونك الروج بوردو باش يكون كولور دومينانت ان 2018، باش نشوفهم بعدها زادا كيف كيف دو كولور اخرين اللي هما جون كناري، جون موتارد كيميل اكثر لتو سكي الكامل، لو جون اي لو فير. دونك كيف كيف غادي تشوف ديما فما ان جو انتر لو فير الروج بوردو والجون اي الفلور. الفلور كو سوسوا الفلور اللي تبدا بروسي ولا الفلور اللي تبدا فيه حتى هكا فيه اللمعه شويه، كيما نحنا هوني زاد لي سالون اي سون سون تري توندونس. هنا فما فما توندونس جديده اللي هي لي بلاتو اون ماربر، فما معناتها فوالا نلقاوهم كو سوسوا في دي تابل دو كوان، نلقاوهم في لي تابل ا مونجي وفي لي تابل باس. دونك كيما تشوفوني يا دروات فما تابل ا مونجي بلاتو نتاعها الكل اون ماربر، والسوكل نتاعها يكون سوا اون بوا سوا اون ميتال افيك بانتور ايبوكسي، والا بالمي والا بالدوري يكون ان ميتال. تنشوفوا حتى من بعد دي زيكزومبل افيك معناتها دي سوكل بالدورور كاريمون. دونك مي سي تري تري توندونس. الفكره نتاعهم اللي خارج اكثر بالميتال الساقين فوالا، كيما ليكزومبل اللي الفوق، دونك السوكل الكل بالميتال اون نوار، واللي بلاتو كلهم اون ماربر بيان سور. وانت ولي جام حتى لي بري ما تلقاهمش غاليين برشا، انت والكاليتي نتاع الماربر بيان سور، انت والجام نتاع الماربر الكاليتي نتاع الرخام، الرخام والابيسور نتاعو ولا يكون مش الرخام رخام سي 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 بيان سور. الطاوله ما تهزش معناها انت ولا كي تبدا ليبيسور جويده ما تكونش، والبلاتو خفيف اللوطاني مثلا كيما ليكزومبل هذايا على اليمين السيركولير، دونك ما تبداش رزينه. اما كي يبدا مثلا تابلا مونجي مارك جينيرالمون مش تلقاها جويده انت والسوكل، يمثلوا اكثر دونك انت والموديل ديما نتفادى فوالا. هنا العباد اللي تحب اكثر، نحن نحكيو توندونس تو العباد اللي برونشي سير توندونس في الديكوراسيون وتحب ديما تجدد. عملوا الطاولات اللي بالابيض بيضا كاريمون، فهمت لي كولور
وي وي فما توا تشوف معناتها عام على عام يتبدل عام حتى تلقى كل سيزون تلقى دوندونس جديده دونك كيما كنت نحكي لك اللي معناتها لازم تبدل فما شكون اللي تلقاهم مغرومين وي يجيونا دي كليون اللي يبدلوا يجدوا برسك حتى كل شاك سي موا ساعات ما شنو يبدلوا ما يبدلوش حاجه كبيره ظاهره واو تلقى حتى لو سيتابل باس لي كيلكو لي تروك لي اكسسوار لوستر لي كوسان ريتا جينيرالمون انا ننصح لي كليون انهم ياخذوا ديما سالون يكون سامبل مثلا يمشي مع بلوزيور ستيل وتخدم على لي كوسان لي ريدو لي اكسسوار الصغار كوم سا تنجم انت تتبع لي توندونس مي توجور باك لي بتي ارتيكل معناها انك تبدلهم فان هوني كيف كيف لي بلاتو اون مارك كيما تشوف ان غران روتور تو سكي ان دوري وصلنا حتى لي سوكل نتاع تويوي اللي يوليو معناتها بالدورور كيف كيف كيما كنت نحكي قبيله في هذاك الميتال وي افيك لي بانتور نتاعو تكون كيكا لي في دوري دونك سوا مات والا بريان كيف كيف نلقاو حتى في لي لوستر في لي كوفير الكوفير دي تابل نلقاهم حتى في في دي بتي اكسسوار لي لي بارتي باس نتاعهم تكون ان دوري كيما تشوف الفوق زاد كونسول لي اون مارك لو بلاتو اون مارك اي لي فورم اي سون فاري سني اون بو ترافاي سور توت لي فورم اي لي الاشكال الدوره لوفال كيما تشوف الكونسول الفوق اوفال لي تابل ريكتانغولير لي جو جيو معناتها تحس ان جو والشكل نتاعهم معناتها حاجه مزيانه برشا اللي خارج توا السنة معناتها كل الفورمه تبدا كيما زيكزاك معناتها ما يكونش حاجه جو دو فوليوم ما عادش فما يزي من لا سامبليسيتي مي روترافاي معناتها معناتها حاجه سامبل صحيح لا سامبليسيتي نخدموها في الغافينمون تاع الساقين يكونوا جويدين مي نخدموا كوميم لوريجيناليتي في الفورم طاولات الرخام فوالا دونك حبيت جو فاري لي موديل 2017 2018 ولا اكزاكتومون 2017 باش يكملوا حتى ل 2018 حتى مازالوا كيخرجوا هذوما فوالا خرجوا في اخر لا بون حتى من اول العام من 2017 وباش نكملوا بهم 2000 يتواصل 2018 دونك هوني كيما تشوف ان ميلونج انتر تابل ان بوا ولا تابله ان ماربر الفوق كيما تشوف لو جو نتاع لي فوليوم Donc plusieurs carreaux, mais finalement cette table, le plateau m'teha, socle m'teha, il est en bois. والبلاتو البلاتو اللي فيها أنا جو دو حاجه عجبتني برشا زاد دارجه برشا على مستوى الديكوراسيون لي بلاتو البلار معناتها اللي يتقدموا فيهم كل ما هو معناتها اشكال اما تكون بلوريه معناتها كان فاز بلار اللي خارج ريتو سنا معناتها اكثر حتى في المعارض وكل كي تمشي تلقى فهمتك. اكثر لي بلاتو الكل اون بليكسي La transparence, فما البليكسي وي فما فما ريت كيما الفيعوض ايفيتي البلار بلار خاطر تعرف انت حتى الاستعمال نتاع البليكسي الماتيير البليكسي الحرج نتاعو البليكسي اما اللوتاني بلار ولا وي فما بلار وفما البليكسي وامبريمي زاد نحكيو فيهم برشا خارج برشا لي بلاتو امبريمي تو سكي بليكسي امبريمي يعملوا بهم حتى لي بورت سيرفيات لي بلاتو كيما كنت تحكي انت معاهم حتى بالنحاس ان ميلونج انتر بليكسي ونحاس سي ان بون سوجي اللي نجمو نحكيو فيه بروشينمون اي تو سكي بليكسي تري تري توندونس سنا سي فري ديجا تشوفو معاهم الشمع الكبار اي سي تري توندونس تو سكي اكسسوار تاع يبدل كاريمون الزينه نتاع سا دون تعطيك حاجه رافيني معناتها ديجا لا ترونسبارونس هي انت علاش عجبتك بتيتر تميل الاكثر تو سكي رافيني اي سامبل معناها كله ابيض كله ابيض افيك ليفي نتاع الفير خاطر ولا البليكسي سي دو ترونسبارون مي تبدا فيما جينيرالمون تلقاه هي فما معاه ماتيريو اخر يا معاه نحاس ولا معاها تلقى امبرسيون اما علاش غاليين نسرين خاطر شفت الاسعار نتاعهم في المعارض هي راهي في الديكوراسيون حتى ليدي عندها سومها معناتها ديجا ساعات الكونسيبسيون لا كونسيبسيون الفينيسيون معناتها ساعات تشوف حاجه تقول تي صغيره هي معناتها نقول لهم راهي ليدي ديجا معناتها ليدي ال سو بي معناتها معناتها الفكره ندفع حقها مشكل الفكره ما الفكره والفينيسيون المخدومه بها والماتيريو معناتها الحقيقه باش نقول السوم انا استغربت البلاتو معناتها واحد ما بين 350 و 400 دينار هذايا سي هذايا يفو فواغ بالحق الموديل الموديل دابا الموديل نجيو نناقشوه اما جينيرالمون ريت اللي كنت نحكي لك عليهم لي بلاتو اون بليكسي معناتها لي بريم تاعهم سافاري بون تلقى 70 60 50 انت والديمونسيون كيما كنت نحكي لك انت ولي ماتيريو دونك فوالا ما مش اللي كنت تحكي عليهم انت بتيتر دي بلاتو كبار ولا فريمون اون فير معناها اون فري فير قسم بالله حاجه مزيانه برشا تو نعملوا عليهم موضوع فوالا نكملوا في التوندونس 2018 كل ما يهم الديكور اللي نحطوه في بيوتنا وخاصة اللي
يتماشى اكثر حاجه مع فصل الشتاء، خاطر ممكن الصيف اكثر الالوان تكون كالالوان الجذابه اكثر، تكون كما نقولوا توا احنا مثلا الصالون تاعنا تمشي اكثر الشتاء معناتها اللون الاخضر الغامق. انت كنت تحكي على البيوت مثلا، العباد اللي تحب تمشي مع لي توندونس باغ اكزومبل في لي شامبر، ناخذوا اكزومبل نجموا نمشيو لي تيت دو لي اون فلور، تلقاهم كابيتوني، والا حتى تلقى ساعات عباد تقول لك الفلور سي ان بو كلاسيك، مي نو سي بارابور الموديل نتاع الفرش. كيما تنجم تلقاه في ان لي بالكابيتوناج يعطيك ان اسبي كلاسيك وغلامور، كيما تنجم تمشي تشوف ان تيت دو لي سامبل تكون ريكتانغولير مثلا ولا فيها دي ستري دي بوند مثلا، وتكون كلها اون فلو طلعوا قبل الكابيتوني اللي بالكوير وي اون سيميلي كوير ولا بالكوير ولا يفما برشا عباد هذوك متميل لهم اكثر حتى كوتي اونتروتيان حتى النظافه اي فوالا تقول لك فاسيلمون فما عباد تبعد على الفلور زاده خاطر تلقاه اليرجي كيشد الغبره افكتيفمون دونك يلزم لا بيرسون ما تبعش توندونس اكاها يلزم تبع توندونس مي توندونس اللي تمشي مع البزوان نتاعك واللي تمشي مع شنو حاجتك في الاسباس اللي باش يكون نتاعك شنو اكثر حاجه خارجه في 2018 دونك في 2018 دونك كيما كنت نولي قبيله لو فلور تري توندونس تو سكي ماربر فما زيد ان بتي بارونتيز بارابور لي موبل بشوفوا دي موبل بلوز او موا جدد معناها اللي كيما لي بوفي باغ اكزومبل خارج معناتها كل ما هو موبل قديم معناتها تحسوا الباتيني هذاك ولا لا سي توجور ولا باش يقعد كلاسيك هذاك سي توجور موجود هذاك للعباد اللي تحب الغو ترافاي اش عندها معناتها سي اون سوليسيون انا نسميها هذيك عندك حاجه قديمه تحب تعاود تخدمها لا مي جينيرالمون سا ريست دو كلاسيك يعني معناتها الموبيليا جديده معناتها ولا يخدموها شنو الالوان الدارجه الالوان الدارجه النوم البيضاء من بعديك طلعت قبل تيت دو نيغر معناتها ماشي شويه المارون هكا شويه فونسي بعد خرج الابيض كاريمون وبعد خرج الباتيني سني لي طلع تو سكي معناتها تو كري ان كامايو دو كولور باغ اكزومبل كيما كنت نحكي لك ان ميلونج دو كولور مي كل الوان متناسقه كيما كنا نحكيو لو فير سي تري توندونس الروج بوردو الجون كاناري على اليمين اكثر الكامل الجون موتارد جون كاناري الكامل دونك كيما جوست قبيله حبيت نقول لك على بارابور لي تابل لي سال ا مانجي فما ان موبل توا سني باش نشوفوا ياسر غيس بروشينمون حتى في الفوار وكل ils vont remarquer les buffets puis ils vont en hauteur معناتها باش نولي باش نلقاو ياسر دي موديل دو بوفي ان هوتور معناتها اللي بالالوان كل قجال حتى كلهم ماشيين بالطول ولا هو المشكل باش نختموا معاك توا نسرين اما المشكل تطلع التوندونس عام ومن بعديك تطلع حاجه جديده دونك العباد يوليو في معناتها تسارع مع كل ما هو موضه يوليو يبدلوا شفتوا في تونس تحس حاجه جديده علينا قاعدين هذيك علاش ساعات عاملين عليها جو توا نخلي الموبيليا نتاعي في المارون الكلاسيك وديما ندخل عليها معناتها توش تاع حاجه موديرن لي تابي لي كوسان لي ريدو لي شومان هذوما الكل معناتها انت تحقرهم مي هما ذوك اللي يعطيو الروح تاع الاسباس هما اللي يضويو الاسباس شكرا لك نسرين منصوري احنا نختموا معاك فقره الديكور لليوم نواصلوا معاكم نمشيو نتحدثوا التغذيه اليوم والتغذيه الصحيه مع امال وانيس العنابي